20 فبراير نخلدوا كذلك ارواح الشهداء اللي كتخيم ديال هذه الحركه وديال الشعب المغربي اللي كتخيم فوق اكثر من 54 مدينه واقفه بحال هذه الوقفه باش نقولوا كاملين كلنا فداء فداء لجميع الشهداء 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 بنجمنا تقينا نعطينا حرية الفورية وتقال السياسية الحرية الفورية مدينة في وقفة بحال هذه باش ترد الصدى صدى آلاف الشعب المغربي نتيجة الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان خصوصا منها الحقوق الاقتصادية وكذلك العزف اليومي على الحقوق الاجتماعية وفي مقدمتها الحق في الولوج للغذاء عباد الله. اليوم الحركة ديالنا حركة 20 فبراير توقد فينا جدوى النضال اليومي لاختلاف هذه المدينة وفي ساحات هذه المدينة اللي كتشهد على تضحيات المناضلين ديال هذه المدينة من أجل فتح الفساد والاستبداد. اليوم أرواح شهداء 20 فبراير وشهداء الشعب المغربي تخيم فوق رؤوسنا الآن وتضللنا هذا اليوم باش تذكرنا باش تذكرنا مهامنا كمواطنات وكمواطنين من اجل العمل على الانعطاف من قبضة الاستبداد الموازي للافتراس حيث ما كانش ممكن يزيدوا علينا في الاسعار ويدوبلوا الثمن ديال الزيت ياك الاخوان ديال الزيت في ظرف 3 سنين ما كانش ممكن يديروها لولا تشابك الفساد والاستبداد ما كانوش غيقدروا يديروا هاد الزيادات الصاروخيه في المحروقات لولا ان الاستبداد يسندهم بقوى القمع والتحكم. اليوم الحركه اجتماعيه كسرات الصمت كيف ما كسروها الاهالي ديالنا بشكل عفوي في البوادي وتحيه خاصه لشباب وفلاحي وكادحي سوق الحد سوق ولاد جلول تحيه لهم اليوم لانهم عطاو صرخه الجياع عيدوا تحرير هذا المكان والفضاء العمومي لفائده الشعب باش يعبر على رايه انطلاقا من قناعته على ان المؤسسات المخدومه الناتجه على الانتخابات الاخيره لا تمثله ولا يمثله ولا يعبر عن صوته الا من بر الشارع. اليوم جيتوا اليوم باش كنا نقولوا كفى بالفساد كفى بالاستبداد وان الاراده ديال الشعب المغربي في التحرر من هذا الثنائي اللعين اللي كيصادر مستقبله وكيجتم على واقعه راه مازال قائمه ولم تنطفئ جدوه 20 فبراير ولم تنطفئ يعني حركيه 20 فبراير. تحيه ل 20 فبراير مناضليها معتقليها وشهدائها. على ذكر المعتقلين ما يمكنش ندوزوا اليوم بلا ما نحييو معتقلينا الصامدين سجون النظام ونحييهم تحيه خاصه من هذا المنبر كنقول لهم من اجلنا عقوقكم ومن اجلكم نناضل في المغرب وسنظل نطالب باطلاق سراحهم وهم برؤوسهم عاليه دون مساومه او ابتزاز.
كذلك نتذكر شهداء 20 فبراير شهداء حركة الشعب المغربي منذ الاستقلال الشكلي والى يومنا هذا اللي اليوم ارواحهم راها معنا. نتذكر كذلك الهجوم اللي كتقوم به الدولة باش تلقح المغاربة بالزز. اليوم بغينا نقولوا بان هاد الجبهة الاجتماعية تتقول الدولة على انه الشعب المغربي تأكد على ان العوبة ديال اللقاح اللي ما غاديش نطالع عليه وان محاولة فرض اللقاح على المغاربة عن طريق جواز ديال الباس فاكسينال راه باءت بالفشل خلاص. لحد الساعة راه المقاومة ديال الشعب المغربي لهذه العملية جارية وغنستمروا كاملين. تحية لكم كاملين، تحية للرفاق اللي سهروا على باش تنجح هذه المحطة اليوم، تحية على اللي صمدوا باش ينتزعوا هذه المساحة ديال التعبير، تحية لخوتنا في المغرب كامل اللي واقفين بحالنا اليوم، وتحية للجميع وشكرا.